صباح الخير من جديد. بعد ما عملنا الرز الإيراني مع غادة التلي رح هلأ نتابع ونعمل لقمة القاضي أو العوامة. وغادة، نعم، العوامة محتاجة لكثير مقادير؟ لا خالص، في ناس كثير بيحطوا لها حاجات زيادة. أنا ما بقولش غلط طبعا، كل واحد بيعملها بطريقة وممكن تكون حلوة وناجحة، بس احنا النهاردة عاملينها بمقادير بسيطة جدا وبتطلع نتيجة كتير حلوة. أهم شي بتقرقش. بتقرقش، وأهم شي كمان ما تحسي إنه القطر بيكون يعني كلها قطر، ما مزاكي قبل تكون بتحسي القطر كتير فيها. طبعا. خلينا نشوف شو المقادير محتاجين. لا 2 كوب طحين، و2 ملعقة كبيرة زيت، 2 ملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة خميرة، رشة ملح، وماء للعجن، وقطر. طيب حطينا الخميرة والدقيق، هنحط نحط السكر. الوصفة دي هي بصراحة وصفة، مش وصفتي، وصفة واحدة يا ريبتي، بس هي معروفة بلقمة القاضي بتاعتها. عيدينا مرة ثانية شو عملت. طحين، خميرة، سكر، و ورشة ملح. ورشة ملح، وهذا ايش اللي ضفتيه اخر شيء؟ دي رشة ملح. لا لا، قبل زيت. زيت، معلقتين زيت. أوكي. خلاص، هنحط مية وهتبتدي تعجنيها لغاية ما تاخدي الكثافة اللي احنا بنبقى عايزينها علشان نشكل الكور. معانا زهور يا غادة. يلا. صباح الخير، معي مين؟ رائدة. اوكي، رائدة من القدس، اهلا وسهلا فيك يا رائدة. مساء الورد رندا. مساء الانوار، يا هلا، اهلا وسهلا. اليك اليك يا غادة. يا صباح الفل رائدة. انا عايزة اسألك حاجة، انت يعني كتير كلامك منمق وحلو، يعني بحسها زي ما تكون كاتبة، يعني كلامك كتير حلو، انت بتشتغلي ايه؟ مراسلة صحفية. لأن كتير كلامك حلو ومرتب ومنمق، ما شاء الله عليكي. مش أكثر منك غادة حبيبتي، الله يخليكي، تسلمي. الله يسعدك. بالنسبة للوصفة اليوم، أنا حاضرة العوامة. عاد استاذي كنت سامع العوامة، بقول لبنتي بتعمل عوامة، قال ماما انت شاطرة يا اخي. لا، طريقة غادة تكون احسن. رح اسلك طريقة للصوص لغادة. والله؟ انا لقيت هذه الوحدة مصرية من زمان بالاردن، كانت كثير شاطرة الثانية. كل ما تعمل العوامة بقول يسلموا ايديها، ما كانت مثالي يعني رائع مثلك غادة. طب الحمد لله. طب كويس. بالنسبة للعوامة غادة. نعم. بالنسبة للعوامة بنصح اللي بدهم يعملوها انه ما تيجي اي نقطة مي، لأنه بصير انفجار داخل حق العوامة، بتنحرق هي، دير بالها. بالفعل بتصير كثير حلاوة. مظبوط. بتحط الملعقة بزيت. طبعا طبعا، اهي طبق الزيت جاهز. لأنه في بتحطوا هذا، في بتحطوا الملعقة بمي. لا دي مشكلة، لا طبعا، طبق الزيت جاهز اهو والمعلقة. برافو عليك يا، واضح انك مش شاطره بس في واضح انك مش شاطره بس في الكلام يا رائدة، واضح انك كمان في المطبخ فنانه. حبيبتي غادة. نعم. بالنسبه للي انا سالت عن البان كيك، البان كيك ما بنحط ماي، بنحط حليب، الحليب بيعوض عن الماي. والله انا مش فاكره والله عملته ازاي يا رائدة. الله يخليكي. حليب. شكرا شكرا حبيبتي. شكلها رائدة كاين عامله عوامه وكنه بعيد الشر عنها. لا بتقول ان نفس الطريقه دي هي قاعده. في اشخاص بالفعل بتنحرق منهم من وراء هالموضوع، بتحطوا ماء. مزبوط. وعلى اساس تقدر تشيل العجينه وتنزلها بالزيت. غلط طبعا، غلط. ميه وزيت مش صيب. ممكن يعني. طيب احنا كده تقريبا اخذنا تقريبا كده الكثافه اللي احنا عايزينها، هنسيبها، هنغطيها ونسيبها شويه تخمر. اوكي، قديش يعني وقت؟ يعني عايزه لها ساعه ونص، ساعتين، حسب الجو اللي احنا فيه. انت مجهزه طبعا من قبل؟ طبعا انا مجهزه هنا شويه. اوكي طبعا، دي خمره. تمام، وزي ما طبعا قالت رائده لازم بالمعلقه بدل المي زيت يا جماعه، عشان المي مع الزيت. طبعا المي مش ممكن. خلينا ناخذ هذا الاتصال. معنا زهور. زهور صباح الخير. بيك. يا هلا، كيف صحتك؟
الحمد لله مستعيد لك. انت شو كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله يا زهور، شو اخبارك انت؟ طمني عليك. انا الحمد لله ما شاء الله عليكي دائما حلوه متالقه في ترندا. تسلمي حبيبه قلبي. قولي لي شو محضره لرمضان؟ بلشت تجهزي؟ والله هنا ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله كل عام بخير يا ربي. انت بألف خير. عليكم صحه وسلام. انت بألف خير يا زهور. هاي غاده معك. كيفك غاده؟ ازيك؟ ايه اخبارك؟ والله الحمد لله حتوحشينا. الله يخليك، تسلمي، شكرا. لازم اشوفك قبل ما تسافر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حبيبتي. الله يسلمك. يلا بوسيلي لما. الله يسلمك. تسلمي. ولما بتسلم عليكم الله يسلمها ويسلمها. يلا باي. مع السلامه. طيب هناخد العجينه اللي خمرت طبعا عندنا هنا. اوكي، بس انا مش عارفه الزيت. الزيت لازم يكون حامي كتير. لازم يكون حامي، مش على الاخر، بس لازم يكون حامي. اها سمر قبج، مظبوط إجابتك يا سمر، وضلي حاولة لنهاية الحلقة بركي فزتي معانا. وهنا حنا شليف، وشذا عزيزة ولا عزيزة، منار أبو الهيجة، يسلم ودياتك يا غادة بتقول لك، فتوم صالحة. طيب خلينا نجرب. وأنا الصافي. في معنا اتصال. مين معنا؟ عهود. يا هلا يا عهود. صباح الخير. صباح الورد. كيفك؟ هلا بيكي. كيف صحتك؟ والله تمام. منوريني منوريني منوريني. يا حبيبتي تسلمي لي يا عهود. الله يسعدك يا رب. هي معاكي يا غادة. اهلا وسهلا. صباح كيفك؟ ازيك انت؟ والله تمام الحمد لله. الله يخليك. يا الله يخليك. ايه اخبارك؟ والله تمام. غدا احكي لي كيف نستغني عنك برمضان يعني؟ تعالي معايا مصر. لا حرام عليك، برمضان اروح على مصر بجوها نار. انا مش عارفه انت كيف حتستحمليه. لا لا كله هناك بوسط الحبايب، ما بتحسيش بالكلام. يا ستي الله يهنيك يا ربي. الله يخليك. الله يهنيك. تسلمي حبيبتي شكرا. طيب انا دي عملتها شويه اكبر من اللي انا عاملاها في البيت، بس تعالي بس شوفي ازاي الكاميرا لو جايه عليها، شوفي قد ايه يعني، شوفي قد ايه احنا بنحطها. بصي بحطها قد ايه صغيره، بس شوفي قد ايه ما شاء الله بتنفش. طيب دلوقتي بيتك سهلة على فكرة. احنا انا ست بيت، انا مش شاف يعني، انا ست بيت، فانا بكلم ستات البيوت يعني طريقتي زي طريقتهم، ما عنديش طرق مفزلكة يعني. طب هلأ مجرد ما تحمر دغري نحطها نسقطها بالقطر مش هيك؟ اول ما تطلعيها. نبيلة صباح الخير. صباح النور. يا هلا كيفك؟ كيفك؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ سهل حلو. حبيبة قلبي تسلمي لي. عليك اللي حلوين. تمام الحمد لله. قولي لي كيف غادة؟ يا اهلا حبيبتي ازيك؟ كيفك يا غادة؟ كيفك انت؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ منورة عساسي يا غادة. نعم. ايه اخبارك؟ نعم. مش سامعة. بقول كيفك يا غادة؟ ازيك انت؟ الحمد لله. انا نبيلة. اهلا اهلا نبيلة ازيك؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. انت حلو اللي بتعمليه والله. اسمي حلو حلو. الله يخليكي. لا بجد زاكي على فكره، وريحه الرز هلا عماله تطلع رهيبه. انا ما شفت مقادير العوامه دلوقتي. حطوها لك ان شاء الله. وبعدين الطريقه الاولانيه اللي عملتيها الطبخه ما شفتها برضو. الرز الايراني قصدك؟ بصي المقادير هينزلوها كمان شوية على صفحة رؤية أو دنيا يا دنيا، بتقدري تشوفيها. راح الاتصال مع نبيلة. طيب شايفة ازاي نفشت دلوقتي؟ في فكرة بتعملوها لو في رمضان جاي لكم ناس، ومش معقول هتسيبوا الناس وتقعدوا تكببوا كور وتعملوها، فبنطلعها بيضة كده زي ما هي، بتحطوها في طبق، بس يجوا الناس بترجعوا تاني تقلوها. بتعمليها من جديد. نص تقلاية. بصير ما بتقرب. لا لا بالعكس، انت البطاطس من الطرق اللي بتخلي البطاطس تقرمش. انك انت تعملي الحركه دي، انك تقليها مرتين. نص تقلاية وبعدين تردي تقليها مره ثانيه. بالظبط. عجبتيني هلا فتفتي. انت عارفه ذكرتيني بابن اختي. ابن اختي كان دائما يقول لامه لما بده يجي ياكل دجاج
نتفيه للجاج. هو المفروض فتفتيه للجاج. بس كان يقولها نتفيه للجاج. اكيد بتقول له طول النهار هنتفك هنتفك هنتفك. فالولد بينتقم منها في صورة الفرخة. وبعدين ولا قبلين بطل من بعد ما ضليت اعلق عليه خلص صار يقول فتفتيه. يا طيب هلا بصير لونها هيك بعدين بتحطيها بالقطر. مش عارفه ليه برضو جت في بالي دلوقتي حاجه. لا احنا مخلصين. اول ما جيت من السفر بقى ما كنتش لسه عارفه الاكلات يعني هنا قوي يعني. فورق العنب في مصر بيتعمل ناشف. هنا ما جيت بقى عند عمتي فبتحتفل بيا وعامله لي ورق عنب. بعدين ما فيش حد في البيت غير انا وهي والبنت طبعا ولسه الشباب ما جوش يعني وبقيه العيله. عايزه تقلب البتاع وهي طبعا ما تقدرش تقلب الصينيه. فانا طبعا اتبرعت ان انا اقلبها. لان انا متعوده اقلب. بس انا بقلب ازاي؟ بقلب الحاجه واحطها على راسي. ما اعرفش اقلب غير كده خلاص. ما اعرفش اقلب غير كده. وتريهم هنا بيعملوا ورق العنب بميه صوص واقلب البتاع على راسي وتنزل الميه. بصي عارفه بقت زي النافوره وانا في النص. في صوره في مصر كده ست ماسكه البلاص من كل ناحيه بتنزل المرقه وانا في النص. حلو حلو مش حلو خالص. طيب احنا مش ضايل معنا غير دقيقه غاده فخليني اشوف مين اخر خلاص شخص. خلاص انت على ما تشوفي انا اكون حطيت دي في على الفيسبوك. بصي بس شكلها قد ايه. نفشه ولونها ذهبي وجميل. طب تكمش بعدين؟ نعم تكمش بعدين؟ ابدا ابدا. لا 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 يلا بس عبين ما يفتح معي الفيسبوك لحظة. طيب آخر مشاركة عبر الفيسبوك كانت تالا إبراهيم. تالا إبراهيم من ثانيتين بس شاركت. إذن هي الفائزة معانا تالا إبراهيم وكانت إجابتها الساعة 2 بعد الظهر. مزبوط إجابتك يا تالا. إذن البرنامج اللي حيكون برنامج الطبخ على رؤية في رمضان الساعة 2 من 2 للساعة 3 ظهرا. إذا مبروك لتالا إبراهيم ربحت الجائزة اللي قدمتها غادة وهي صينية فيها مجموعة أشكال بتقدر تستفيد منها بالبانكيك. بتقدر تستفيد منها بتعمل منها أشكال وألوان الكيكة. إحنا هيك وصلنا لنهاية الفقرة والحلقة كلها. غادة خلصتي؟ تمام. طبعا دي يعني شكله كيف عملتيها؟ فكره يعني هي فكره للتقديم. كان المفروض هنا نحط كمان كوره بس ما فيش وقت. في دي كوره بوليسترين بس كيف لزقتي العوامه على القصدير؟ بصي دي كوره من البوليسترين وانا غلفتها بالفويل. وبعدين بصي حطيت ايه شايفه هنا اهو حطيت خله السنان. شبكتهم في بعض وحطيت خله السنان ومسكت كل واحده وحطيتها كده عملت كوره. بس هي فيها فراغات يعني انتوا سدوا الفراغات كلها. انا بس حبيت اوريكم الفكره علشان خاطر ما كانش عندي وقت اسد اكتر من كده. بس حلو شكله حلو. خلاص يسلموا ايديك. تسلمي. شكرا يا غاده. شكرا لك. وبهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من دنيا يا دنيا. مني ومن غاده ومن فريق العمل بنتمنى لكم نهار حلو. بكره زميلتنا ميس ودانا زملائنا ميس ودانا راح يكونوا معاكم بحلقه جديده من دنيا يا دنيا. راح يكون ضيفهم دكتور فراس زريقات راح يحكي عن حساسيه القمح وراح يكون في ضيوف من مركز الاميره بسمه. اذا فقرات حتكون مميزه كمان بكره زي كل يوم بدنيا يا دنيا. مواقع التواصل الالكتروني نزلت على الهواء بامكانكم تتواصلوا معنا ضمن اي ملاحظات ومقترحات تقدروا حابين انكم تحكوا لنا عنها بتقدروا تراسلونا عبر هاي المواقع الالكترونيه. كل الشكر لمتابعتكم بنشوفكم بعدين. باي باي.